يا طران يصادف عيد الفصح لدى أبناء الطائفة الإسلامية والإجراب الرابع عشر من الشهر العبري حسب التقويم السامري. يقوم السامريين بذبح قرابين تشكر لله ذكر خروج بني إسرائيل من عبودية فرعون، على شرط أن يكون الخاروق ابن سنتو، ما فيش أي عيب. والخاروق يقوم بالسامريين بتلاوه صلاه خاصه بهذا العيد، ثم بعد ذلك يعلو الكاهن الاكبر على منصه بقراءه السوره التي تامر في الذبيح. فقال واجب ان يكون نخره واحده مش نخرتين، او خلينا نقول نخره واحده. بعد الذبيح بيقوم المسلمين بتشريه الخاروق، امامه القوارع تحت الخاروق، وضعه بصادود بعمود وتبليغه. ليه بنملحه؟ مشان ينزل الدم من الخاروق. بعد ذلك يتم وضعهم في جوار، عندنا 6 جوار. كل عائلة بحطوا بجورة واحدة، الساعة 12 بالليل من طول اللحم ناكله، ممنوع كسر عظمه، لازم تاكله من دون كسر عظمه. واللي بتبقي من اللحمة وجب عليه تحرق قبل ما يطلع الفجر، تحرق اللحمة. بعد الفزح دلالة على الاستقلال، على الحرية من عبودية فرعون. يكون بتلاحظ السامريين يحملوا العصي والزمار على خصرهم والنعل بجريهم، عشان العبيد لما كانوا تحت حكم فرعون كانوا خفاه من دون اي شيء. حاليا نحن من العصاية ونحن نلبس النعل والزمار دلالة على الحرية والاستقلال. واحنا كسامريين هذا العيد بنحبه عشان نجمع بين جميع اطياف السياسية في العالم. لكن لاحظت الفلسطينيين والاسرائيليين والاجانب، واحنا دائما السامريين بنكون جسر محبه وجسر وسلام بين جميع الشعوب، خاصه بين ابناء سيدنا ابراهيم عليه السلام.